الجامعة حلوة، أحب الأجواء هنا. مشاركتنا ببازار جامعة الكفيل الخيري مشاركة حلوة، وكل سنة احنا نشارك. مشاركتي طبعا من خارج الجامعة، أنا طالبة بجامعة الإمام الكاظم وشاركت بالبازار الخيري مثل كل مرة. ونشكر جامعة الكفيل رئاسة الجامعة على الدعوة وعلى البازار الحلو. شاركت اليوم معرض الكفيل، أعمال يدوية، أصنع شموع طبيعية آمنة، احتراقها آمن، وهاي هواي كلها ديزاينات. هذا شمع طبيعي، اللي هنا شمع طبيعي، شمع الصويا، اللي جوه لا شمع البرافين، معطرة تكون العطر بنسب معينة كلش، يعني حسب كمية الشمع الخام حسبها. احنا فريق فكرة تطوعية، فريقنا خاص بالأعمال التطوعية والرسم والصور من المثل والشوف، لأن أغلب الصور هن يعني أعضاء فريقنا، حتى الرسمات لأعضاء فريقنا. بالإضافة فريقنا عنده دورات للرسم والتصوير ودورات حاسوب، وأيضا أعمال تطوعية اللي موجودة اللي تخص المجتمع. بالإضافة إلى أنه فريقنا العام شارك أيضا بالبازار اللي كان هنا، ويعني كانت تجربة كلش حلوة للجامعة، والتعاون كان كلش حلو هنا. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.